يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم وصفة من الآخر، تحفة فنية. الجمبري ده أنا باكله في مطاعم صينية حرفيا بأمانة، الطريقة دي بتطلع الجمبري أحلى من اللي في المطعم، يعني 1000000%. بس لما دلوقتي بروح المطعم بحس إنه لا، الجمبري بتاعي أنا أحلى. بس فهنعمل الجمبري النهاردة بطريقة حلوة خالص وسهلة وبسيطة والنتيجة روعة. بس هنا عندي الجمبري الحجم الكبير، في الصغير ما بيديش نفس النتيجة بصراحة، ما بيطلعش حلو، فالصغير ليه وصفة تاني. لكن الجمبري بيكون حجم كبير ونسيب الراس بتاعته والجشر والرجلين وكده ما نشيلهمش. طبعا هنا انا الجمبري غسلاه 50 مرة، هضيف له شوية ملح ونص ليمونة واسيبهم نص ساعة علشان ما يكونش فيه زفارة في الشرايح. عندي نص الليمونة ده كبير، فلو من الليمون الصغير نحط حوالي 2 بس. هقلب الشريم بالملح والليمون واسيبهم نص ساعة، هقلبهم على الناحيتين، المهم الملح والليمون يوصل لكل حتة. هنا بعد ما غسلت الشريم من الملح والليمون هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتهم. التتبيلة والجلي ما بياخدوش 5 دقايق على بعض. هنا عندي دقيق، كمية الدقيق طبعا دي على حسب كمية الجمبري اللي هتعمليها، يعني بالنظر كده. انت عندي كمية كبيرة فهتكتري شوية من الدقيق زي حسبة جلي السمك، انت بتطلعي بالنظر. بس الدقيق ضفت له ملح وبهارات سمك وبابريكا. مش بكتر في التوابل علشان طعم الشريمب ما يروحش مني، انا عايزة الطعم الاصلي بتاع الشريمب مش طعم التوابل. بعد ما خلصت التقليب هنزل الشريمب واحدة واحدة اتبلهم، وبعد كده هكون مسخنة زيت على النار يكون سخن، الزيت يكون سخن، ما نحطوش اللي هو نص نص كده، لا يكون سخن. هنزل فيه الشريمب، وبعد كده الزيت اللي هنجلي فيه الشريمب مش هينفع نجلي فيه كمان مرة تاني، يعني انت تحطي على كد الكمية اللي عندك النهاردة هتجلي بيها، بعد النهاردة مش هينفع تجلي فيها تاني. لو سمك كان ممكن، لكن الشريمب لا، مش هينفع انك تقلي فيه تاني، فمن البداية ما تكتريش زيت. هنا بعد ما تبلت كل الكمية هشغل على النار على الطاسة واحط فيها الزيت، احط برضو شوية صغننين. بعد ما الزيت سخن كويس خالص نزلت الجمبري. انا هنا جليت الشريمب في طاسة مش كبيرة علشان اضمن انه كمية الزيت مش هيفضل منها. هنا اول ما نزلت الشريمب على طول الشريمب بياخد لون في الزيت انه سخن، بس يعني هقلبهم مرة واتنين بس في المرتين دول، يعني ما بتعديش اكتر من 3 دقايق بالكتير، ممكن كمان 2.5 دقايق ويكون الشريمب جاهز. الجمبري ما بيبقاش حلو لما بتكون التسوية بتاعته تسوية كاملة، لازم يكون في عضة بسيطة.
بعد ما انا حطيت الشريمب على النار، كانت النار عالية، بعد كده على طول خليت النار على النص. هنا الشريمب استوى، هطلع على طول على منديل او على مصفى يصفي الزيت بتاعه. دي الأخيرة اللي أنا حطيتها في الآخر، فأنا هخليها تستنى كده، هخليها حوالي 30 ثانية تاني بس. بعد كده هجلي باقي الكمية وأطلعهم يتصفوا على منديل مطبخ أو مصفى. هنا بعد ما خلصت كل الكمية وصفيتهم على المنديل، حطيتهم في طبق التقديم. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ بأمانة الطعم روعة. طبعا الأكلة دي لازم معاها هريسة شطة. الناس اللي بتحب الأكلات البحرية الوصفة دي بأمانة من الآخر، يعني رقم واحد في الشريم. بس هنا هريسة الشطة انا ما توصاش، يعني لازم ولا بد وحتما الشريمب مع هريسة الشطة. اتمنى الكل يجرب الوصفة دي، واللي يجربها يعرفني في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. سي يو، باي باي.